ماكش خدام. السيد الرئيس، السيد الوزير، في الحقيقة فعلا الحكومة متعقلة بمساندة النقدية الراشدة ديال الأغلبية، وصلتوا ل 130 معتقل، وقمتم بتطويق الحسيمة، وقلتم بتهريب المعتقلين الدار البيضاء، وخرقتم مقتضيات المادة 271 272، وقمتم بمتابعات قضائية لا تستند على أشياء. هذا هو التعقل، وهذا هو توجه ديال الحكومة والمساندة الراشدة ديال الأغلبية. اللي كنطلبوا منكم راه هي سياسية إلى قضية القضائية، وإلا اعتقلت الحسيمة كلها. الحسيمة تحتاج إلى حوار مع أشخاص لهم مصداقية. كنا كنعتقدوا غادي تعتقلوا المفسدين، انتم مشيتوا تعتقلوا المتظاهرين، كنا كنعتقدوا غادي مشيتوا ديروا أبحاث، ماشي في هذاك اللي تبيع السمك، هذاك اللي صيد السمك مثلا، مجموعة من الأشياء كانت تتفرض نفسها. ولكن الحكومة عجزات، فشلات سياسيا في الحسيمة، وخاصها تتحمل المسؤولية، لأن الوطن موضوع سؤال. فشلتوا في إدارة الملف ديال الحسيمة، فشلتوا في حماية حقوق والحريات، وكان هناك خرق للقانون وخرق للحريات وخرق للحقوق وخرق القانون المسطرة الجنائية. كتكلموا الناس الوزير على السياسة الجنائية، السياسة الجنائية هي الاعتقال، وهي المس برموز الوطن. شكون اللي قال المس برموز الوطن؟ هذه شهر 16 وما كيظهروا، شكون اللي مس برموز الوطن؟ سمح لي سيد الوزير، شكرا سيد المشاكل النائب. لا إله إلا الله. شكرا شكرا سيد النائب، هل هناك تعقيب؟ تفضلوا سيد الرئيس. مرحبا، لا بغيتي تنكر عليا، هذا دائما جاهز. انا كنتسائل كيفاش غير هذه اسبوع كانت حسيمه سؤال محلي ما خصناش نطرحه، واليوم ولينا كنتهمون الاغلبيه، اغلبيه راشده ومسانده طبعا في تطبيق الدستور، في تطبيق القانون، واي حاجه خرج عليها الحكومه ولا خرج عليها ايا كان، حنا غادي نواجهها بما يلزم، لاننا حنا كنعتبروا راسنا اغلبيه راشده وناصحه، وهذا الشيء اللي وقع في الحسيمه الكلمه ديالنا كانت واضحه فيما يتعلق بالمقترحات ديالنا للخروج من الازمه، فيما يتعلق كذلك المقترحات ديالنا في المعتقلين. شكرا. شكرا سيد النائب. تفضلوا سيد النائب، تعقيب اضافي. سيد النائب، سيد الرئيس من فضلك. سيد الرئيس، للمطالبة طبعا بالشغل والسكن والصحة ومحاربة الفساد. علاش؟ لأننا عندنا واحد النموذج استثنائي. كيف يعقل أن منتخب يعني جل ممارسة الشأن العام المحلي وهو فقير معدم واليوم يملك الملايير؟ احنا طبعا نتمنى بأن محاربة الفساد تكون الأولويات ديال الحكومة، بالإضافة طبعا الأولويات الأولى اللي هي الوحدة الترابية وقضية التعليم. نطالب سيد الوزير أن تسريع الإجراءات، خاصة القضايا المحالة على محاكم الأموال وعلى الغرف الجنحية وعلى الفرقة الوطنية، الشرطة القضائية في الدار البيضاء. ونطالبكم أيضا بطرح السؤال من أين لك هذا؟ سيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ لا، تفضل السيد الوزير ردكم. شكرا سيد الرئيس، والسؤال كان على مساءلة الحكومة على نهجها وتطبيقها في مجال محاربة الفساد، فانتقل النقاش إلى موضوع آخر. أولا، لا أنا كوزير العدل ولا البرلمان أعتقد أنه مخول للتداول في القضايا. صوت السيد الوزير. قلت سيد الرئيس، لا اعتقد بانني كوزير العدل او ان هذا المجلس الموقر مخول احتراما للسلطه القضائيه بالتداول في امور جاريه امام القضاء. اذا والابتقاء في القضاء المغربي، يمكن ناكد للمجلس الموقر اننا حرصنا على سلامه الاجراءات وفقا للمساطر ووفقا للقانون، واعتقد ان هذا الموضوع يجب ان نتعفف جميعا وان نرتقي لمقاربته برؤية وطنية
تبتعد على كل ما يفتح الجراح. نحن نسعى إلى معالجة وطنية تنهي هذا المشكل. فيما يتعلق بالفساد لابد أن أجدد عزم وإرادة الحكومة على المحاربة الحازمة والصارمة لكل أشكال الفساد بالقانون وبوسائل القانون. إذا سيد نائب يمكن أعطيكم عدد من التفاصيل لكن الوقت لا يسمح. أهيب بكم في موضوع الحسمة بالذات لأننا نواجه موضوعا يشكل تحديا بالنسبة لبلادنا، وأنا أتشرف وسعيد بأن المساطر تم احترامها حتى الضحايا، حتى الضحايا أمام قاضي التحقيق لم يدلوا بشكاية تتعلق لا بالتعذيب ولا بقرق الحقوق ديالهم. أؤكد لكم أن حرص الحكومة على أن تفعيل كل مقتضيات دولة القانون والحرص على قرينة البراءة وكل مقتضيات المحاكمة العادلة، وأهيب بكم أن نتعاون جميعا لبناء دولة جديدة، دولة الحق والقانون. شكرا سيد الوزير.